يوسف مالك في ايه؟ عارفين مين خطف ابن غالية؟ مين؟ دهشوري. دهشوري؟ مش الدهشوري ده اللي خلى الجنرال يبعت شوية عيال الشيمي؟ اوه. اه. طب وايه المطلوب دلوقتي؟ نرجع الواد. حلو. مش فيها سبوبة؟ سبوبة حلوة. سبوبة ايه؟ بقول لك الدهشوري والشيمي. وايه المشكلة يعني؟ المشكلة إن الجنرال قال لنا مالناش دعوة بالشيمي ده خالص، ما نخشش في أي حوارات معاه. عايز تقول ايه يا ديبو؟ عايز اقول ان الحيتان في بعضهم احنا مالناش فيه، لو غلطنا اي غلطه للجنرال مش هيسمع علينا، وانا قلت لكم كده قبل كده، بلاش بقى نتكلم، ايه؟ وانا ما ينفعش اتخلى عن الشيمي دلوقتي. الشيمي؟ هو الشيمي ده هياخد طلقه بدلك؟ يا جدع في ايه ما تقفرهاش؟ اميمي، مش هينفع اي غلطه مع الجنرال، مش هينفع. ومين قال لك ان الجنرال ليه علاقه بالموضوع؟ الدهشوري مش هيعمل اي حاجه غير لما الجنرال يقول له. طب انت شايف ايه يا يوسف؟ ايه؟ ما انت شايف، صاحبي بيبيعني وانا محتاج له. محتاج لي؟ بقول لك يا صاحبي تحتاج لي لو انت واقع في مشكله ماشي؟ غير كده انا ماليش فيه. انما بقى الهانم بنته اللي انت عايز تقرب لها باي شكل، جميلها زي ما انت عايز، بس مش على قفا ناس ثانيه. ما تتكلم عادل يا ديب. هو ده اللي عندي، عاجبك ولا مش عاجبك؟ يا عم مش عاجبني. يلا يا يوسف تعالى. انت مش شايف بقول ايه؟ اهدى يا يوسف، متهدي يا دياب. ميمي انا مش دعوه بالحوار ده خالص، عايز تعمل بطل قومه يا يوسف براحتك، انما انا ما حدش هياكدني لامي غصب عني، فاهمني؟ السلام عليكم. ايه يا جدع فين؟ ده انا بقول عليك العاقل الوحيد اللي فينا. من امتى بنتخلى عن بعض ونقول مالناش فيه؟ يا ميمي انت لو تعرف الزفت الجنرال ده زي ما انا عارفه مش هتقول الكلام ده. بعدين تعالى هنا. انت ناس الراجل ده ماسك علينا ايه؟ وايه اللي تحت ايده يخصنا؟ واحنا ما بنضربش الودع ولا بنشم على ظهر ايدينا عشان نعرف نصاحب الشغلانه. ايه يا ميمي؟ انت بتهزر ولا ايه؟ يا عم الحاج، يا عم الحاج سبوبه جات لنا ما واحد بيستنجد بينا، ايه دخل الجنرال؟ بعدين قدر يا سيدي ما رحناش. تفتكر الشيمي يقعد يتفرج ويحط ايده على خده؟ دياب احنا مش بتوع حد. واديك لسه قايله بعضك لسانك. ما حدش بياكلنا لقمه غصب عننا. انا فاهم، فاهم كويس. بس برضه لازم نفكر. لازم نعرف ايه اللي لينا وايه اللي علينا، والحكايه دي كلها هيطلع لنا من وراها ايه؟ يا اخي كل شهر مش بعيد كمان نموت فيها، بس ده صاحبنا. نسيب صاحبنا نروح لوحده ولا نروح معاه زي ما تيجي تيجي؟ نروح معاه مين؟ نروح معاه. هو ده دياب. وما دام ما تعرفش مكان الواد فين، جاي تقابلني ليه؟ شوف يا يوسف، انا دراع الدهشوري اليمين صحيح، بس في الحاجات اللي زي دي لا. بدوي ده عيل صغير ملوش ذنب. وانا لو اعرف حاجه كنت قلت لك. هات اللي عندك. انا عرفت ان انتوا اللي خلصتوا الشيمي ليله ما بعت له العيال، واللي متاكد منه برضه ان الشيمي هيطلب مساعدتكم تاني، صح؟ هات من الاخر. الاخر بتاعي هو الدهشوري، مش هتعرفوا تعملوا حاجه غير لو بقت رقبته في ايديكم. وده يحصل ازاي؟ والله طول ما الدهشوري حواليه رجالته سواء في المكتب ولا في الفيلا، انسى حراسه وكاميرات مراقبه في كل ركن. طب وانا اجيب رقبته منين؟ اقول لك، بس ده هيكلفك. مش هنختلف. انتوا مين؟ انتوا مين وعايزين مني ايه؟ احنا عاملك الاسود. انتوا تبع الشيمي. الشيمي هو اللي بعتكم صح؟ طب ما انت حلو، هو دماغك حاضره. لا 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 ايه ده يا اخويا، خد قطع الدين الاول واللي في ايدك للاخر. صح، لا عندك حق. والله العظيم انا ما عملت حاجه، سعيد هو اللي عمل كل حاجه، والختمه الشريفه سعيد هو السبب. سعيد مين؟ سعيد هو اللي قال لي ساعدني علشان نخطف في الولد، اهو منه نضغط على الشيمي عشان ينسحب من الانتخابات وهو ياخد الولد ويحرق قلب امه عليه. فتضربوا عصفورين بحجر واحد. طب الواد فين؟ الواد سعيد سفره بره مصر. بره مصر؟ على فكره احنا بنسفر برضه، بس بنسفر تحت الارض. ابوس ايديك واستنى، انا عارف سعيد سفر الولد فين. سعيد سفره عند واحد صاحبه كان بيشتغل معاه في تهريب الاثار من زمان. طب مش عيب بقى تبقى راجل كبير وكمان كذاب؟ مش ممكن كل كلامك فاكس وانت كده شكلك على بعضك فاكس؟ طب انا حاسبت لكم، طلعوا التليفون من جيبي وانا حاسبت لكم. هنا اهو اسمه زياد، زياد ابو خلاص ما تلوكش. ده
ايوه هي دي نمرت، اتصل بيه. ايه؟ بره مصر؟ طب ازاي؟ ازاي يعرف يخرجه بره مصر؟ يا ست الكل، ما هو ده برضه ابوه ويقدر يخرجه عادي. كلب. المهم دلوقتي نرجع الواد ازاي؟ الدهشوري اعترف على المكان اللي سعيد مخبي فيه الواد بره. خلاص نسافر ونديهم اللي هو عايزينه. لا مؤاخذة شيلي، انت في حاجة مش واخد بالك منها. الناس دي شغالة شمال، يعني هتديهم الفلوس وبرضه مش هرجع الواد، لأنهم شغالين لحساب سعيد وفي مصالح بينهم دايرة. احنا هنطلع ونخلص. خلص ده يا ابني، دي فيها خطورة كبيرة قوي عليكم. اه فيها مخاطرة، بس هنسافر واحنا قدها وقدود. وهنرجع بالواد. خلاص أنا هاجي معاكم. هتسافري فين يا مدام غالية؟ ما ينفعش. يا يوسف ما تفهمها. يا مدام غالية ما لسه بقول لك الناس دي مش سهلة. أيوه بس أنا مش هقدر أتفرج عليكم هنا لوحدي، مش هقدر كده. بس يا غالية هاتي. أنا تحت أمركم في أي حاجة تطلبوها، بس الولد يرجع. لا هيرجع. إن شاء الله هيرجع، ما تقلقش من أي حاجة. غالية. أنت ما ينفعش تيجي معانا. وإحنا لوحدنا هنبقى خفيف خفيف. لكن لو أنت معانا هنتقل. أيوه بس ده ابني يا يوسف. ابنك هيرجع صخ سليم ما فيهوش خدش واحد إن شاء الله. يا يوسف. مفيش يوسف بقى. اسمع الكلام يا غالي، اسمع الكلام بقى. كل البوليكة دي عشان مجلس الشعب تخطف عيل من اهله وقبليها تجيب عيال عشان تعلم على الراجل، علشان ايه يعني؟ هتستفيدوا ايه يعني من كل ده؟ ابا مش بكلمك، ما ترد. انت عاوز تعرف ليه؟ هتستفيد ايه لما تعرف؟ عاوز افهم يا اخي. ده كان ممكن يحصل زمان ماشي، انما بعد الثوره واللي زيكم اتهرشوا يبقى بتحرجموا على كرسي المجلس ليه؟ ها؟ ما انت لو من عينتي انا كنت قلت لك. انت بتنفض لي يعني. ماشي، وانا كنت هخلي الجماعه يسيبوك وتفادي نفسك بقرشين، بس يلا خلاص مفيش نصيب، خليك كده تحش زي الخروف لغايه ما يذبحوك في العيد. ولا اقول لك كفايه عليك كده عشان مفيش حمام تخشه. طب استنى استنى، انا هسيبك عاوز تتكلم والله العظيم وخلاص. بطل صداع. استنى طيب بس استنى. طب هقول لك، بص انا مستعد اديك قرشين لوحدك وتخلع انت وتعيش حياتك. كفي نفسك يا حبيبي. يلا خد بالله انا والشفا. دي خليها على كتفك عشان دايما تفتكرني. افتكرك ايه يا بنت انت؟ ده شكلها حريمي. حريمي ايه؟ هي بقت بتفرق دلوقتي رجالي من حريمي، كله بيلبس من كله، والنعمه شكلها حلو عليك. ماشي يا ستي، هدايا مقبوله. بقول لك يا شيكو اقعدي. امسكي، خلي دول معاكي. ايه دول؟ حق كوفيه؟ كوفيه ايه يا بت؟ ده اجارها بس. الله قليل. ربنا يخليك لي يا رب. شيماء، انا عايز اتكلم معاكي كلمتين على السريع كده. شيماء، أنا عارف إن أنت بمية راجل، وعارف كمان إن أنت هتاخد بالك من نفسك ومن البنت شاهد ومن أمك. عايز أحس إن أنا موجود معاكم، ها؟ فهماني ولا قلتني؟ أيوه ما تقلقش، أنت سايب في ظهرك راجل، ما أنت عارف. عارف. بس هات لي معاك بقى عدة حديثة وأنت راجع. حديثة؟ ده الطمع ده يا بت. ألو؟ لا والله أنا كنت هقول لك. خلاص بقى كنت هقول لك. ماشي. وحشت. فكرة يا سماح، وانا طالع سوريا؟ ده راح دبي يعني في الشارع اللي ورانا. طب وما انت رايح الشارع اللي وراكم؟ ما تخليش ليه سيكا هو اللي يروح وانت تقعد جنبه. عشان سيكا مشغول في المحل، يعني انا اجيب له الحاجه هو يوظف في المحل اساعده يعني. عارف يا ميمي لو بصيت لحد هناك هعمل فيك ايه؟ يعني هي دي مشكلتك دلوقتي؟ اه. ما تخافيش يا ستي، لو عجبني حد هناك هكتب عليه واجيبه في ايدي. بتكسر ايدك. ارجع لي بسرعه. ارجع لي بسرعه. رايق. ايه يا عمتي؟ ياما ما شوفوني بيخبط. ده وقته ليه؟ هاد يا عمتي. خد يا حبيبي المصحف ده معاك، خليه معاك على طول عشان يحفظك من كل شر وردي. تسلمي. انت بقى مش عايزه حاجه من هناك؟ اه طبعا عاوزه شويه عبايات حلوه كده من الخليج الملعلعه.